هذه فرصة تجتمع كل قبائل الدولة اليوم تجديد العهد والولاء لرئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإلى أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ولشعب الإمارات. فهذه فرصة اليوم نثبت أن كل قبائل الدولة مثل ما قال سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد اليوم نحن أصبحنا كلنا نقول قبيلتنا إماراتي ما نميز القبائل، صرنا تحت راية واحدة وهذا بفضل المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الله يرحمه ويغفر له. والحين فرصة نعطيك شاعرنا الصغير يعبر ما في خاطره، يقول يا بلاد الخير لك مني سلام وفي خف الوجدان لك قدر قليل، عد ما غنى على العود الحمام أو عدد ما مالت غصون النخيل، يا إمارات المحبة والوئام دامت أمجادك وقايتك الأصيل، من ثراك الطاهر تقلد وسام وافيهم بالعهد لا يمكن أميل، ويا علمنا خز هامات الغمام ينهمر لك وابل الأمجاد سيل، في ظل حكام الإمارات الكرام وارثين العز جيل بعد جيل، وفي محمد تنحني حروف الكلام والقصايد فيه ما تبغي دليل، نور فعله ساطع بين الأنام فخرنا اللي شايل الحمل الثقيل، ذا جبلنا القايد الفد الهمام بو خالد محمد عسى عمره طويل وسلامتكم.